على الفور، الوجوب على الفور، فمتى ما توافرت فيه الشروط وجب عليه المبادرة إلى الحج وإلى العمرة. وهذه مسألة هل الحج على الفور أم على التراخي، هو على الفور. فإذا توافرت فيه الشروط الإسلام والحرية والتكليف والقدرة وجب عليه المبادرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وكم من إنسان تيسرت له الفرص وتأخر فعرضت له العوارض، فعرضت له العوارض. فالواجب على الإنسان المبادرة متى ما قدر، متى ما قدر على ذلك، ولا يتعذر ولا يتعلل. لأن من الناس من تجد أنه تظهر الأعذار حينما يأتي الحج، لكن حينما يكون إلى غيره تجد أنه يبذل المال ويسافر إلى أقصى الأرض ولا يتعذر بأنه لا يجد مالا أو لا يجد وقتا، لكن إذا جاء الحج شح بوقته وشح بماله، وهذا حرمان. فالإنسان إذا توافرت فيه الشروط وجب عليه المبادرة إلى الحج. فإن قيل: قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة، فكيف يقال أنه على الفور؟ الجواب: هذه الآية هي أمر بإتمامه عند الشروع فيه، فمن شرع فيه وجب عليه إتمامه، فمن شرع فيه وجب فيه إتمامه. طيب، فإن قيل الحج فرض في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، فالجواب، وجابوا عن ذلك بأن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة شغل بالوفود التي وفدت على المدينة حينما انتشر الإسلام في القبائل، هذا أولا. وأمر آخر أنه في ذلك العام كان يحج بعض المشركين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قائما بالحجاج، وأمر عليا أن ينادي بالناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وأراد أن تكون حجته خالصة للمسلمين لا يكون فيها إلا مسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يحج إلا بعد الهجرة، وهي حجة واحدة. وعلى كل حال، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ هذه مسألة خلاف فيها مشهور.